تمكنت الفرقة الإقليمية للدكر الوطني بالسمار من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة الحلويات التقليدية. استغلالا للمعلومة، تم اختار السيد وكيل الجمهورية مختص إقليميا عن القضية، وتم مداهمة الورشة السرية برفقة مصالح مفتشي التجارة ومكتب الصحة لبلدية جسر القسنطينة. بعد المراقبة تبين أن الورشة تنعدم فيها شروط نظافة، وهذا ما يشكل خطرا على صحة المستهلك. على إثر ذلك تم توقيف شخصين وحجز ما يقارب 1312 دلو من حلوة الحلقوم و569 دلو من حلوة الذوبة، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 60 مليون سنتيم. تم إتلاف المحجوزات وتم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.